السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الأحد 18/8/2024 في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2024/2025. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أدخلهم في سياح جنتك يا رب العالمين، اللهم أدخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. اليوم الأحد 18/8/2024 نادي بولونيا تعادل أمام أودينيزي 1-1. نادي هلال فيرونا فاز على نابولي 3-0، فوز كبير وعلى نادي زي نابولي بصراحة. يعني عندنا كاليري تعادلت أمام روما 0-0، ولاتسيو فازت على فينيسيا 3-1. أحرز هدف لاتسيو فالنتين في الدقيقة 11، ماتيا زكايني في الدقيقة 44 ضربة جزاء، وجورجيو ألتاري في الدقيقة 80. متابعينا الكرام، غدا الاثنين 19/8/2024 ليتشي هيواجه اتلانتا 7:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، ويوفنتوس هيواجه كومو الساعه 9:45 على 10:15 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه. مباراه يوفنتوس هتذاع على يوتيوب الدوري الايطالي. فاكر السنه اللي قبل اللي فاتت؟ هو تقريبا احنا رجعنا لنفس الحوار ده بالنسبه للدوري الايطالي، مفيش قناه رضيت تشتريه فرجعنا تاني لليوتيوب. طيب عامة خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباراة اليوم. المركز الأول هلاز فيرونا 3 نقاط، لاتسيو المركز الثاني 3 نقاط، إنتر ميلان المركز الثالث نقطة، تورينو المركز الثالث مكرر نقطة، جنوا المركز الثالث مكرر نقطة، ميلان المركز الثالث مكرر أيضا نقطة، أودينيزي المركز السابع نقطة، بارما المركز السابع مكرر نقطة، بولونيا المركز السابع مكرر نقطة، فيورنتينا المركز 7 ايضا مكرر نقطه، مونزا المركز 11 نقطه، كالياري المركز 11 مكرر نقطه، ايموبيلي المركز 11 ايضا نقطه، روما المركز 11 ايضا نقطه. شوف كل دول تعادلوا. اتلانتا المركز 15 لسه ما لعبش، وكذلك يوفنتوس وليتشي وكومو. فينيسيا المركز 19 خسر بدون نقاط، نابولي المركز 20 الاخير خسر بدون نقاط. بالنسبه لترتيب الهدافين عندنا في المركز الاول متابعينا الكرام، اللاعب ماركوس تورام لاعب انتر ميلان سجل هدفين، تساوى معه اللاعب دانيال موسكويرا لاعب هلاس فيرونا. المركز الثاني سجل هدف الفارو موراتا لاعب ميلان، كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا، ودينيس مان واكثر من لاعب بقى. عامة اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كرم معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.